كل الظروف. هو الشخص الذي يصور على الوضع الحالي ودائما ينظر للمستقبل ولا يرضى الى الاسبوع التقليدي. وبالتالي هو عنده غرور عكافيه ان لو حدث اي تغير في الظروف هو قادر ان يتكيف مع تلك الظروف. ده رواد الاعمال. حاجه كمان اللي هو روح المغامره. في احنا عارفين في مغامره وفي مغامره محسوبه. يعني احنا عندنا الافراد بينقسموا لثلاث فئات. في اشخاص بيحب المخاطره اللي هو دايما بيبقى في يغامر، وفي اشخاص كاره المخاطره ودول بيحبوا يبعدوا عن اي مخاطره خالص، ده ما ينفعش يبقى في المشروعات الصغيره. وفي اشخاص في النص محايدين انه يضرب في النص. الاشخاص المحايدين دول دايما بيقوم على دراسه دقيقه للموقف. هو بيحسب المخاطره او المغامره بحيث ان ما يخسرش كتير، لان زي ما بقول لحضراتكم انت معاك راس مال بسيط، اي مغامره غير محسوبه فقد تؤدي او تؤدي بمشروعك للفشل. اخر حاجه عندنا في خصائص رواد الاعمال هو الحزم. هم عندهم كلمه ويعني سلطه في اتخاذ القرار وان يحزم رايه وما يكونش متردد في اتخاذ القرار. انت لو هتعمل مشروع صغير او عمل حر لازم تبقى عارف انت هتعمل ايه وامتى وتبدا، لان بعض الناس يقعد 10 سنين يفكر وعلى ما يفكر تكون الفرصه اللي بيفكر فيها حد تاني دخل فيقول لك ايه انا كنت بفكر في الفكره دي. طب خلاص ما انت ما عندكش حزم، انت ما خدتش قرار بسرعه، ما اختصرت ما لم تقتنص الفرصه او تستغل الفرصه. عشان كده بعض الناس ممكن يفشلوا. دي خصائص الناس اللي ممكن يعملوا في رياده الاعمال او في العمل الحر